الشرط الأول انضباط صفات السلم، لا بد ينضبط السلم. إذا كانت صفاته غير منضبطة، يعني المعدود 20 سيارة من النوع الفلاني منضبط، طيب، لكن تقول له 20 رأس غنم، ما أقصد رأس غنم خرفان، حتى لو رأس غنم خرفان، حتى الخرفان، أنا كنت بقول لكم على كراعين وروس وباتشة، زين، خلوا حتى على رؤوس الغنم، الغنم أحجامها تتفاوت، ذاك هالخروف غير هالخروف يختلف، طيب، فلا بد أن تكون يعني متساوية، لا بد أن تكون شيء ينضبط إما بوزن وإما بعد وإما بذرع، طيب، وإما بكيل، المهم أنه ينضبط. إذا كان لا ينضبط لا يصح بيع السلم. لماذا؟ لأنه سيقع اختلاف. لما أقول لك 20 خروف ولما أجي وسلمك المال وبعد شهرين أو 3 شهور تأتيني بالخرفان، هذا هزيل، هذا كبير، هذا صغير، واضح ولا لا؟ هذا عور، هذا عوج، هذا كذا، يعذرب في المبيع. فلذلك لابد أن تكون الأوصاف منضبطة. خرفان كلها مثلا، خرفان كلها أعمارها بين 6 أشهر وسنة، كلها لونها كذا، كلها، واضح ولا لا؟ بحيث أن تكون الأوصاف منضبطة. معدود العدد كم، مذروع يعني بالأمتار كم متر بالضبط، طيب، قضية ما راح نختلف ويصير خير، هذا ما يصلح في البيع. لابد أن يكون المبيع منضبطا. أنت استلمت المال الآن، جيب لي البضاعة بعدين، بعد 3 شهور، بعد 6 أشهر، لما تجيب لي البضاعة لازم تكون البضاعة إيش؟ كما طلبتها. أما إذا كانت أشياء لا تنضبط مثل الأكارع اللي هي الكراعين ورؤوس الخرفان والجلود، حتى الجلود تختلف، الجلود يعني هذا منسوج صح، هذا منسوج مو صح، هذا أثناء نسده انقطع منه شيء، الجلد يسحب من الحيوان مثلا، يكون أصابته رصاصة مثلا في الصيد أو كذا، فالجلد انقطع مثلا، تخيط، هذا ما تخيط، حسب الجلد. فلذلك أما إذا كان يخرج من مصنع مثلا وينضبط، يعني مثل الآن تقول أريد بشتن أو جاكيت أو ما شابه ذلك، أو ملحفة أو غترة أو شيء منضبطة، ما في مانع، أبي 50 غترة مثلا من نوع الفلاني، يأتيك ب50 غترة من نوع الفلاني، متى تأتيني بها؟ على ما خيطها، على ما كذا، على ما كذا. أو الزراعة، تريد زرعا حتى يخرج الزرع بكيله أو بوزنه وهكذا. المهم أن يكون منضبطا، وكل شيء لا ينضبط لا يصح بيعه سلما. لماذا؟ لأنه يعمل مشاكل بين الناس. ولذلك قال المؤلف انضباط صفات السلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان والآدمية. الآدمي المقصود به بيع العبيد والإماء، أن العبد كم عمره مثلا، العبد صانع ما هو صانع، يفهم ما يفهم، يكتب لا يكتب، عنده صنعة، نجار، حداد، حسب ما تريد. فلا يصح في المعدود من الفواكه. لماذا؟ لأن أحجامها متفاوتة. الحين لما تشتري الرمان كبر بعض حبات، إلا اللي يسمونه هذا اللي طقة واحدة، الكيماوي، ها الكيماوي تلقاه طقة واحدة كله متساوي بالحجم والشكل واللون والطعم وكذا، هذا كيماوي. إحنا نتكلم عن شيء طبيعي، الشيء الطبيعي لابد يختلف في عدده وحجمه. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول للخضروات، هذه البقول، البقوليات هذه، والجلود كما قلنا اختلافها في نسجها، في انقطاعها، في طولها، في عرضها، والرؤوس والأكارع والبيض. البيض قال لأن كذلك بيضة صغيرة، بيضة كبيرة، بيضة متوسطة، أما إذا كانت ممكن تتساوى ما في أي مانع. والأواني كذلك، خاصة الأواني في السابق صنع يدوي، الأواني في السابق صنع يدوي، ما تجي بالضبط مثلها، لكن إذا كان صنع مصانع الآنية كلها تجي شنو؟ طقة واحدة على طول، كلها متساوية. إذا كانت من مصنع ما في مشكلة، بس إذا كان صنع يدوي، الصنع اليدوي يتفاوت بين
الناس. نعم.